بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأمة في هذا الزمان أصيبت بفتنة الجهل، جهل بالدين، وأيضا والخطر جهل بتاريخ الإسلام، لأنها ليست هي التي كتبت تاريخ المسلمين، وإنما في فترات الغفلة وجد هنالك من يعادي فكرة الإسلام فكتب التاريخ عن المسلمين مزورا. ولذلك هنالك مطالبات من الغيورين من هذه الأمة بإعادة كتابة التاريخ. انظروا الآن إلى الناس يبكون كثيرا وزيد عن قتل الحسين رضي الله عنه، ريحانة رسول الله في كربلاء، والذي قتله هم الذين استدعوه لكي يبايعوه إماما، لكنهم عياذا بالله لم يتحدثوا عن قتل عثمان رضي الله عنه ذو النورين وجامع المصحف بين الدفتين. وإذا قرأت عن سيدنا عثمان لا تجد عياذا بالله من يعرف من هو عثمان، هذا الرجل العظيم في تاريخ الإسلام، وكيف فتح الفتوحات فامتلأت قلوب أعداء الله والعياذ بالله حنقا وغيظا على سيدنا عثمان، لأنه فتح المشرق والمغرب، وهو أول من صير جيشا في البحر. الله أكبر. أتدرون من الذي كان أول من سير جيشا وكان قائده في البحر؟ معاوية بن أبي سفيان. ورد فيه حديث رسول الله حينما نام في فراش سيدنا أو في بيت سيدنا سعد بن عبادة، فقام يضحك صلى الله عليه وسلم، فقالت زوجته أي زوجة سيدنا يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ قال قوم من أصحابي ومن أمتي كالملوك على السرج في البحر. الله أكبر، يغزون في البحر والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بإذن الله تبارك وتعالى أنهم من أهل الجنة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد. فقال سل الله أن أكون أنا من أولئك الشهداء، فسأل الله لها فاستشهدت في تلك السفن عثمان سيدنا معاوية بن أبي سفيان. كم تم تزوير تاريخه من قبل الروافض، لأنه وقف شامخا ضد الدعوات الباطنية، ضد السبائية، ضد الذين كانوا يتخفون في جيش سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وجيش الزبير وعائشة وطلحة في معركة الجمل. الله أكبر. معاوية رضي الله عنه هذا القائد الفذ العظيم، كاتب الوحي على عهد رسول الله، خال المؤمنين، الله 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 الله، الحكيم الحليم، ما عرف قائد للمسلمين أوسع حلما من سيدنا معاوية. وأنا لست بصدد الحديث عن تاريخه، فلو أني أفرضت له مثلا جزءا من حياتي لكي أتحدث عنه ما انتهيت، لكن مناسبة هذا الحديث هو دائما حينما يتم تشخيص الكثير من هذه المسلسلات أو الأفلام التي تتناول تاريخ رجالات الإسلام، ودائما تجد أن هنالك نقص في المادة التاريخية أو الأخذ بالمحرف من تاريخهم. واش من تشوف مثلا عمرو بن العاص رضي الله عنه أو لسيدنا خالد في المسلسلات نتاعهم، يعني وخا تحدث عن جوانب من حياتهم، لكن كان هنالك بعض الأمور التي تقدح في شخصياتهم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. لأن الذين يكتبون السيناريوهات لا يعودون إلى علماء الإسلام ولا يعودون إلى التحقيقات، ولكن إنما يقدمون المادة التاريخية في المسلسلات انطلاقا من خلفية من يقوم بها ومن يمولها، والذي يمول والذي ينفق المال والذي هو الذي يحدد الهدف من هذه المسلسلات. بحال مثلا حريم السلطان كان يتحدث عن سيدنا شكون أعظم خلفاء بني عثمان اللي هو سليمان القانوني، هذا الرجل العظيم الذي فتح أوروبا الشرقية ووقف على صوار فيينا واستشهد رضي الله عنه. انظر كيف كانوا عياذا بالله يصورون حريم السلطان، رجل نساء، رجل يخاف الله، لم يكن له الوقت كي يفكر في نفسه، كان رضي الله عنه يغزو وكان على رأس القادة، وفي معركة
المعركة الشهيرة التي انتصر فيها على الكنيسة كلها. قال في خطبته الشهيرة، وأنتم تعرفون، تخيلوا أن رسول الله معكم الآن بعد صلاة الصبح، فإذا بهم يقاتلون كالأسود. هكذا يشوه تاريخ المسلمين، هكذا يشوه. ولذلك أنا أخشى ما أخشاه في ظل الفتن الواقعة الآن، أخشى أن هؤلاء إنما يقومون بهذا المسلسل لكي يعرضوه في رمضان على شاشة MBC من أجل زيادة الخلافات. الصدر، واسمه الصدر، لا يمكن أن نسمح بنشر وببث هذه الحلقات. هذول الروافض، لأن الروافض لا يحبون معاوية ولا يحبون الأمويين، أعدوني الأديان ديالهم. علاش الأمويين؟ لأنهم أكثر الخلافات في الإسلام التي فتحت الشرق والغرب رضوان الله عليهم. ولذلك يقولوا، قالوا سيدي، ثم هنالك إن شاء الله من تحدث كثيرا عنه. ونحن نقول النقطة الأولى، أما خلفية من كتب السيناريو، خالد صلاح لا حول ولا قوة إلا بالله من مصر، إذا قرأتم سيرته سترون كيف هو موالي، نسأل الله العفو والعافية، للنظام الاستبدادي، وكيف وقع له في السجن حينما كان عمره 19 سنة. إذن فلا يؤتمن أبدا على كتابة السيناريو يبين جوانب العظمة في شخصية سيدنا معاوية. هذه الأولى. ثانيا، اش كيقول سيدنا، اش كيقول المختصر، كيقول ثانيا ان هذا زيد لم يكتب من قبل اي سيناريو. اللي يكتب السيناريوهات نتاع المسائل الكبيره يخصو يكون متمرن صاحب حرفه، فكيف يمكن ان يستأمن؟ انا نظن والله اعلم انه كتب له من جهه اخرى، وجعل هناك هذا الاسم فقط لكي يكافأ نظير ما يقوم به من خدمة الاستبداد. هذا غير نقول أنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد سمعت أحد المختصين يتحدث عن هذا الأمر. المسألة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى، أن الروافض الآن الذين يتكلمون ويريدون أن يحتجوا، والذي احتج بصوت عال هو هذا مقتدى الصدر ورفض أن يبث، معناه أنه يمكن أن تكون هنالك لعبة مكشوفة يظهرون فيها أنهم الرافضين لهذا المسلسل، ويدهم وبصمتهم موجودة هناك. نعم هذه التقية عند هؤلاء. والثالثة، أن أمنا عائشة في المسلسل تمثلها راقصة عارية ونصرانية، راقصة عارية ونصرانية. هذه المعطيات نتاع اللي دار السيناريو زيد، واللي تمثل أمنا عائشة زيد، والشيعة الذين يتظاهرون أنهم يرفضون. الله أكبر. كل هذه تشكل عندي فكرة مفادها أنهم سيزيدون عياذا بالله الأمة فرقة. والمسألة الرابعة، أنتم تعرفون هذه القناة هل خدمت في مرة من المرات في تاريخها منذ أنشئت وكانت مقرطها هيك في بريطانيا ولات إن شاء الله تبارك وتعالى للإمارات، هل خدمت مرة هذا الدين؟ راكم تشوفوا القناة اسمها ماذا تشيع، أعوذ بالله. وانظروا إلى البرامج التي تقدمها، وانظروا إلى أولئك إن شاء الله تبارك وتعالى الإعلاميين والإعلاميات الذين يقدمون البرامج. يعني شو يا ربي، تمنيت لو أن الله يحييني حتى أرى أن للمسلمين إعلام خاص، وأن للغيورين على هذا الدين، وخاصة في مجال المسلسلات والأفلام، وقد أوتينا من هذا الباب
أن يقوموا بإذن الله بإنتاج أفلام من إنتاجنا نحن المسلمين تحت رقابة شرعية تاريخية من علماء الأمة المختصين الذين يحملون فكرة الدعوة إلى الله لتبيان جانب العظمة لرجالة الإسلام الذين كانت لهم بصمة عظيمة في التاريخ والذين لازلنا ندين لهم إن شاء الله تبارك وتعالى بالخير الذي قدموه لنا من خلال تضحياتهم وجهادهم. ونعلم هذه الأجيال سيرة الصحب الكرام كالصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه الذي يسب الآن في كل عند كل هؤلاء. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمنيت لكن تبقى صرخة في واد ونفخة في رماد. علاش؟ لأن نحن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السنة ما عندناش الحق في الإعلام، ما عندناش لا محطات، ما عندناش مراكز بحثية، ما عندناش إن شاء الله تبارك وتعالى معاهد نتاع الفن ونتاع السينما اللي تكون فكرة نتاعها إسلامية ويكون عندها رؤية أنها تخدم هذه الأمة من الجانب التاريخي لكي تعيد للأمة بإذن الله الأمجاد وتجعل بإذن الله الشباب يفتخرون به أجدادهم، لا كهذا النوع الذي أنتجته هذا النوع من الأفلام يستهزئون بالإسلام وبالمسلمين ويصور دائما متدين متخلف ويصور عياذا بالله كل من له علاقة بالإسلام أنه إنسان خارج العصر، تشويه المتدين، ولكنهم لا يجرؤون على أن يشوهوا مسيحيا أو أي إنسان ينتمي إليه. الإسلام هو المقصود، خاصة مثل هذه القنوات التي تقوم بذلك. على كل حال هذا استباق للحديث عن ما سيبث في رمضان من مسلسل تاريخي حول سيدنا معاوية بن سفيان. يا معاوية يا خال المؤمنين لن يضيرك ما يفعلون، يكفي أنك كاتب الوحي وأن خال المؤمنين وأن أختك أم حبيبة هي أمنا زوجة رسول الله، أمنا رملة بنت أبي سفيان، لا يضرك، فأنت رضي الله عنك وأرضاك. الذي حملت على عاتقك أمانة نشر الإسلام في ربوع الدنيا كلها، فرضي الله عنك ورضي الله عن أصحاب النبي جميعا بدون استثناء. أسأل الله تعالى يرزقنا محبة الصحب الكرام وأن يحشرنا معهم يوم القيامة ولو كره المجرمون والمنافقون، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.